الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكب وقرصدن يلبات يكمد من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كسوة جريقي كتاب الجهاد باب كساب سناء وجوب كيسية فضيسة. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم ما لنا لدفيس قالوا في سبيل الله جدك إلهنا لدفيس قالوا أما لقلنا هذا ميل درين كتر أما فرنا عبس كترته أي خير كون أكسن كفض بضن من ألف يوم كن مع الموت فيما سواه من المنازل أو ميلها كلين جهاد كتر أما عبس كترين lagu dhamaysto kun maalmood oo muslimiintu ku wardiyeynaynin waxaa ka khayr badan hal maalin oo muslimiinta diinkooda iyo dalkooda ku difaacaysa iyo naftooda. rawahu tirmidhi waqaala xadiidun xasanun saxiix. waa ribaatu yow maalin aad silibka laabto oo muslimiinta meelaha halista ama furimada ama cabsidu ay ka jirto aad joogto ayaa ka khayr badan kun maalmood oo dhufays iyo halgan midna aadan ku jirin. وأنا حديث حسن وصحيح مركو حيكو تسعي ساهده إن مالك أساق رباط يوم كاس إنه آدي آدو قيمة بدن يحي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تضمن الله ألا وحوبا لنقاضي حوض ضمانت قاضي لمن خرج في سبيل أحد كجدك سكبحة يدو لما دي هلقن يغزو وحد الله الله يقول لنا داركتان ودولان كي قالت لغو حلب سنة يي لأنه جهادك عند أهل العلم لو أرمض بالغ الرباء طلب ما لم يحصل وحفظ ما حصل بان ليد هذا انت أسو جهادك كساب سنة يسيد السبا رول إيو أرلاي أن ولي قعنت مسلمين دا سوق قالين إلا سوق قال إيو أو لوه قاميو حكم كإله هل قنكم ماها أون دد هل الله يقولي هل الدمية إيو ما هي معانه عوي هذا ما هي بشرك الله خالق أبورين أضم الله قدك ويقال له قان سماء نظام كإسلام كإن دوني ذا لقارسيو وأضمها كبري سنك تاغير إلهي كعاسي كعاسي قروبي حرقي سيقوي كتاب كسبال مري لغو الصوت دبال الدين كو إلهي أوه قان سماء. ولذلك الجهات كل بضع عرمان بلغو قبتا حفظ ما حصل وطلب ما لم يحصل دولك إيوه أرلايك سوغا لقعانت المسلمين تي كتاب إله اللوه قاميو الله إلاليو أولا دورو انت اللي أودو إيو انت كبحسن مورضا إيو حكمك إله إلا سوغا لحكمك إله وإنت نول بنتو كأودو انت أم بالك الدوني. تضمن الله مرك إذن أحاديث تبدا كذو حي كهضي سوحا واجهاتك طلبك أي غزوك إلا الدولي حلقي يا باردان إنو جهادك فرض عين كي يهدنه طلبك كنغضو وكل با واقع جوكتو أي بلد قد كنا وشو حكو حرانيا. تضمن الله إلى وحوب بلن قاضي لمن دولك خرج بحا في سبيل جدك سنو قد قالمو لا يخرجها سوى سنسارين إلا جهاد في سبيل جدك ينو قد قالمو مهيه وحوب بحا يوام هاي إلهي درت قد قالنت وإيمان بالرمين أنيقى الرمين سنيا من وحكا لما بحا هاي وتصديق رمين الرومين يا برسول الرسول شهيد أخبار تي الشيعي إنه إلهي إنه أضم أضمها كواجب إلهي جهاد نك يا أوش الله ما دنا أجر وين وهاليه فهو نك أساسا ضامن علي دو الشهيد وحكله هاي وعنوان ساري أن أدخله الجنة إن الجنة قليه أو أما سأرجعه أن كسو عليه إلى منزلي جورجيسي الذي جورجاس خرج منه وكب حي بما نال مع ما نال وحي وصوها ليلا أمو هلو للقب من أجر أجرة إنو قلو سكسو اللابتو أسوكو بدقبا حقا نأفك كسو بحسد أجر إيا ثواب بما نال مع ما نال أيضو إلا جرتو للقب وحي وصوها ليلا أمو قاري من أجر ثواب أو غنيمة هانتي قال الله هلي والذي نفس محمد بيده الله نفتيدو أي قعنتي سكو جرتان كودارتي ما من كلم راوع مجره يكلم لراوع أيو في سبيل الله إلى جدك سرح لك دعوة عيو دعوة باكو قر جراحية سيفا ملك أقاد دعوة حبط باكو فنين يا ملك هاد دلاع عسي ورم باكو قد دعي فلاري اللي باكو هاليلي
waad kufto low baa ku murxay, waa dhaawac. Maa min kalmin, dhaawac ma jiro ama firita gaadha ama dafeeta gaadho ruuxa muslimka ayuu kulamo lagu dhaawacay fii sabiilillaahi jidkiisa, ilaa ruuxa muslimka, ilaa cafwan kalmiga asaga jaa wuxuu imanayaa yowma alqiyaamati maalinka aakharo kahi'atihi sidiisi asagoo ah yowma kulima maalinka la dhaa yowma juriha maalinka lagu dhaawacay boogtu siday u dhiigaysay ama dhacaanku uga socday ama ay u ballaadhnayd buu ku imanaya ruuxu. Ilaa hadduu jiro muslim noocaasa jaa yowma alqiyaamati kahi'atihi ay ka suuratihi wa shaklihi yowma kulima, yani waxba isbedeli maayo maalinkii lagu dhaawacay dhaawac sidii asagoo ah bal aakhare lagu soo saaray ood ka soo baxaysa qubuurta banka qiyaamada iman. Lownuhu midabka ka soo baxaya waxa ka imanaya nabarkii dhaawacid midabkiisu lownu damin waa dhiig midabkii. Wa riixuhu caraftiisuna iyo urkiisuna riixu miskin waa cadar udugii wey dhiig shuruftii ma laha sinjiidhii ma laha xuusu carfahaya sida cadarka oo kale laakiin muuqaalku muuqaal dhiig baad moodaysa. Waladii nafsu muxammadin biyadihi baan ku dhaartay lowlaa an yashuqa hadduusan dhibaynin lowlaa an yashuqa hadduusan dhibaynin ana shuqana bacdu riwaayad baa qoraya lowlaa an yashuqa hadduusan dhibayna ana shuqa cala almuslimiin haddaanan ka baqayna muslimiinta inaan dhibo maa qacadtu nabigu ma fadhiisteen buri khilaafa sariyatin lugmaroodi gadaashii taqzu duulaysa fii sabiillahi abadan ciidan yaroo lugmaroodi ah afartan labaatan baxa ciidan weyn oo sagaara bakhtiis iska badaaye ciidan yaroo baxay baa nabigu ana ka hadheen buuri haddaana muslimiinta ana dhibaynin maa qacadtu ma fadhiisteen khilaafa sariyatin ay bacda sariya ciidan yaroo duulay gadaashii taqzu duulaysa ku duulaysa fii sabiillahi abadan ilaahay jidkiisa ku duulaysa weligay nabigu kama hadheen buuri. Nabi allow mararka qaarkood maxaad ciidanka yar oga hadha ciidanka weynadaaba hogaamin jiray walaakin hase yeeshee laa ajidu ma helaya sacatan hodantinimo iyo tanaad awood sacatan ee taaqa laa ajidu ma helaya sacatan awood aan ku xambaaroon ciidanka yarkee muslimiin duulaya aan intii ka dambeysa ku raaciyo oo muslimiinta raba inay baxaan oo i raacaan marka anugu baxo gaadid aan ku qaadan ma hayo sahay aan siiya ma hayo walaakin hase yeeshee laa ajidu ma helaya sacatan awood wafaaxmilahum aan ku qaado oon ku xambaaroon ku gaadiidsiiyo walaa yajiduuna ayaguna ma helayaan muslimiinta hadhahaya dhibsanaya kaaridayda dhibsanaya sacatan awood ay ku baxaan. Yani nabigu wuxuu inoo sheegayaa hadduu nabigu duulaanka baxaba raaci lahaa muslimiin waxaa jira aan duuli karin awood ahaan iyo hanti ahaanba iyo gaadiid ahaanba xaggana ay dhibayso nabi maxamed oo duulay inay ka hadhaan aniguna awood aan ku qaadan ma hayo ayaguna haddaan baxo ma samrahayaano waa rafadaya aad bay isu xumaynayaan marka ciidamaha yararkee baxaya sidaas nabigu uga hadhaabay calayhi salaatu wasalaam wayashuqu calayhim maxaa muslimiinta dhibahaya aan awoodda lahayn ay ku baxaan an yatakhallafuu canni inay iga gadaal maraan iga hadhaan anoo duulay oo baxay ayaga hadhaan. Waladii nafsu muxammadin biyadihi nabigu u dhaaranhaya dhaaro badan oo tii saddexaad baynu maraynaa lawadidtu waxaan nabigu jeclaan lahaa bui an aqzuwa fii sabiilillah jidka ilahay inaan ku duulo oo fowqtalo la idilo ثم أغزو مر لبد أن دولو فاقتل أن شهيدو ثم أغزو أن دولو مر صدحاضو فاقتل اللي دولون شهيدو رواه مسلم وروى البخاري وبعضه بخاري بركيب وريا الكلم الجرح وضاوعة يكو قارا كلمة اللي دادا نبقى سيدا سولي عليه الصلاة والسلام وحان شعلان لها أبو نبي عليه الصلاة والسلام إن أن دولو أن شهيدو هدان الله إنه لي وهدان أن دولو أن شهيدو وهدان الله إنه لي مر صدحات من نبقى سيدا ويليا oo ugu tamaninaya waa fadliga iyo ajirka shahaadadu leedahay. Kii inooga sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu nabigu wuxuu ku soo baxay Jaabir ibn Cabdillaahi ibn Camn Xaraam oo furura aada u fikiraya aabihii baa uxud ku shahiiday oo nabigu aada u jeclaa gabdho badan iyo dayn badan iyo baylahna waa ka taga duq. Jaabir buuna u dardaarmay hawsha oo nin yar ahaa markaasuu yidhi nabigu Jaabirow maxaad la gorrasaysaa oo ku haya hawsha buu oga aabihii inuu waayo hadda agoontoobay culays badan uu kaga tegay maan kuu sheegaa bur aabbaha iyo ilaahay waxay ku wada hadlee nabi allow ii sheeg ina allaha kallama aabaaka kifaaxan ilaahay aabbaha markuu shahiiday buu toos oola hadlay oon looga turjumaynin oon malag wax ka soo gaadhsiinaynin kifaaxan kafool kafoolba oola hadlay jihaaran markaas wuxuu ku yidhi addoonkayow waxaad doontay weydiiso cabdillahi ibn camn xaraam jaabir aabihii waxaad rabta i weydiiso
wuxuu rabbi waxaan ku weydiistay inaad dib ii celiso inoo leyso mar labaad soo shiido wax kale ma rabo waxaan rabaa mar labaad intaad nafti igu celiso inaan soo shiido uxud baan ku shiidee aan axsaab ku soo shiido oon gaala soo kala baxno ilaahay wuxuu uhi maya addoonaa nafta ka qaadna dib ama celino ilaa qiyaamo laga gaadho wa xaraamun calaa qaryatna ahlaknaaha annahum laa yarjicu wax kale miyaad u weydiisa maya nabi wuxuu uhi limaa yaraa min alkaraama maamuuska iyo xurmada iyo qadarinta iyo sharfida la sharfay darteed yuu oday wuxuu cudsan mar labaad in la noolay waatuu nabigu raadinaya uu ku leeyahay inaan saddex goor shiidaan jeclaan lahaa marka baashu halkaasay taagan tahay wuxuu ilaahay sharfo ee rabbi weyneeyaa la weyneeyaa wuxuu rabbi baha dilay oo quursadana waa la quursadaa idab darada la joojiyo wa canhu qaala rasuulullah sal alay wasalam maa min makluumin axad la dhaawaca ma jiro oo yuklamu la dhaawacayo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawacayo ilaa hadduu jiro jaa waa yimaada yowma alqiyaamati maalinka aakharu wa kalmu asagoo dhaawiciisi yadma uu dhiigayo yadmi yadmaba waa la akhriya wa kalmu asagoo dhaawiciisiba yadmi uu dhiigayo yacni axad walbo jidka ilaahay lagu dhaawaco aakhara wuxuu imanayaa asagoo dhaawiciisi dhiigga uu ka qulqulayo makhaati wey axad walba wuxuu ku dhintay baa lagu soo saarayaa addoommadu kullu cabdi yubcasu calaa maa maata calay ninka asagoo qur-aanka akhrinaya naftu ay ka haado saasaa lagu soo saaraya ninkii asagoo jihaadaya shahiida saasuu ku imanaya ruuxii asagoo sooma naftu ay ka baxdo saasuu ku imanaya si ninka asagoo riba cunaya ku dhinta ribadu ku imanaya nin walba camalkiisi baa lagu soo saaray allownu nabigu wuxuu uhi midabku iyo muuqaalku lownu damin dhiig muuqaalkii weeye iyo midabkii warriixu caraftuna riixu miskin weeye mutafaqun calayh shaygii layska duwahaye aadamuhu dhibsanaye layska dhaqahaye xuruufta iyo sunjiidha baas lahaa ee dhiigga ahaa ayaa sidaa u carfahaya suu ilaahay inoo tusa iyo rasuulkiisu inoo tusaan shayga jihaadka layaa qiimaha uu sharcada agteeda ku leeha وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قاتل في سبيل الله روحي قد قال لما جدك إلهي ومن رجل مسلم روح مسلم وأشرد هذا جهاد وعباده وحونا كاسحة روح أهل التوحيد هذا مشرك أما دي كرتوان جهاد يا بنتاوي ما بكاسحة لا يسح الجهاد إلا عن موحد مسلم dagaal qabiil baan ku jiraa dheh dowlad hebland difaacahayaa dheh boqortooyadii ree hebel baan ilaalin dheh magacii ree macalin baan difaacahayaa dheh laakiin been ha ii sheegin oo ay dhihin shahiid baan ahay jihaad fii sabiilillah adoo kitaabka rabbigaan cisaynayni waa hawshaa iska ilaaliyo waxba kama jiraa waxba kama jiraa xadiidkii sunanka xadiidu cabdillahi mascuud oo jundub ibnu cabdillaahi albajr aad garanaysa nabigu wuxuu yidhi axaadiisaa tilmaamayaan noolaha addaad nafta ka goyso aakhara waa laysweydiin shimbirna allaha ka dhigo noola kasta oo aadamuhu nafta uu ka jaro adhiga lo'da geela shimbiraha digaagta xayawaankaad cuntaan oo dhan baa la aakhara idan qabsanaya maxaa jira xayawaanku wuxuu ilaahu addoonka waa idilay ee weydi wuxuu ii dilay warrida maxaad u dishay ilaahu waan dheefsanayay orad iska tag maxaad u dishay waan ku gowrac baranhayay ka warrama kabiira min alkabaa'ir naar baad ku mudanaysa nabigu wuxuu inoo sheegay shimbir baa dhihi ku dhegi ruuxi dilay shimbir meel iska daaqayso mise ka gurbisanayso oo yaa intaad gaaday baad la tuurtay halka iyadoo ku haysatay aakhara iman kulliyatig intay kusoo qabatay ku jafaalin ilaahay bay ku hor keenaysaa ilaahayow sal fii ma qatalanii bay odhanaysa ilaahu weydii addoonkaada wuxuu igu dilay muxuu kugu dilay ilaahu igu ciyaarayay leedahay iima dilin inuu idheefsado ayadaa doodaysa inuu idheefsado iima dilina wuxuu ii dilay inuu igu ciyaaro igu toog barto toog dhisad leebkiisuu tijaabinayay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqeeda buu kaa marinaya muxuu nabigu soo gaadhay nin walba ood aadamoo dishay baa aakhara imanaya isagoo halkaa kugu dhagan kii la dilay wuxuu odhanayaa ilaahay waa addoonkan idilay weydii wuxuu ii dilay rabbi oranay maxaad u dishaa addoonkan anigu aan abuuray ee sidaa u quruxsan maxaad u dishaa adduunka u dhaafisa hadduu waxaan u diray litakuna alcizatu lifulaan
وفي رواية ليكون الملك لفلان، إلهي وحورنا العزة لي والملك لي لا لفلان ولا لقومه، ادخل النار. إن مقع أي ريهب اليشان بقرتي ريهب البنكو إلى اللي خطر بوكوها هولها قرنك هل اسبوكا ريرك ريهب هذا ادي شيء نار تقلب لقلها. ابن عباس نوحي وقل نارتي نين كان يعني لعفنين أو نار نار قلي طوبا ماله يري أحاديث سعود لشد آيات دي نساء إني كدن بيسي آيات الفرقان وآيات أي ناسختها وآية الفرقان إلا من تاب أي منسوختها وآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي تهي ناسخة أحاديث سعود لشد ما من قاتل إلا ويجوء يوم القيامة وكيد لين أوليك ساو برقان هيا كان أقول لك يا سلفي ما قتلني هدو يجي هذا النبي يقول لي وحان أدري لتكون العزة لك يا رب إلى وحورا العزة لي قد صدقت ورسيدا هذا النار تقل يا نار تلقينا يا كيل الدليبة النار تتقيا حود انت الروح هذه الضوء والبول لدلي كتابك ربك جاي إنه تليه ها نيك الدليل آخره أهل الجنة وي لكن هذا أظن أدش الرهبل وحن نقدر بقرطية الرهبل دولة الرهبل هؤلاء الرهبل هؤلاء قبيل هؤلاء قبيلة مد وحدون كمان تكجرة ديمقراطية نظام قرن صومالي وحن نقطة صومالي وحن نقطة حبك مجرر ها مع صحة كتابك وحن نقطة اسكو اسكو فيري او شايدا هذا جانس اي ستار دتك واحد كل انسان هديت لتكون العزه لله ولرسول ولكتابه وابد بعدين جندن وديار هدي لكن حسابك لن نقدان نارتي نو ديار مرنا ملا او شاك كبرادو او شبا لغا هلا من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم مشرك با يا أمت بابين أو كتاب ربي الله دعالمي مركز حقول الشهيد برا باش ما يجا جاب كويس شهاد ما يجا إسقال مزوا حكم شرعية فاجر الله كفرت ومرتدى ولا بالدين ولا وخائنة ومشروع رجال البيض يقالوا وذا يا حقول الشهيد برا هولي إن ماسك وذا تاع محدين توقف محافظنا إذا وركوا إسقعد هاي فواق ناقة هل حسكنتي وحد قال انت وهل انت كحسكته فواق يا فواق والله اخر يا فادو لغدو يا يدو لكور دبابا ولغتان صحيحه من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة هل انت كحسكته ما لما ما دغالمين ساعات بعد اله جدكي سكو دغالميس ما حد ليس وجبت له الجنه جنه واجبت ومن جرح روح الى داوعه جرحا داوع في سبيل الله جدك له لو داوعه او نكب اما لا ترنت الري نكب هو مركا سلطويده سلطويده دغخ حددو كبخدو حددو كجبتو فرتو كير ديغتو سولكو كير ديغو ايا نكب قال لي هذا او ما سنكب لا ترنت الري نكبه ترنت ر داوع غيستا فانها داوع يرى فرتك اغد اما سولك تجو يوم القيامه مالك آخر وحي إيمان إيسا كأغزر ما كانت مالك أوديك بنيت كأغزر أي كأكثر ما كانت دما حلق أوديك بنيت أود عام بنيت بل يلقيني يلقى دقية لونها داوعة ما ترون ترضى بعانك كالسعودية مدى كالسعودة الزعفران وديك كالزعفران بانك قدرة تقانان الوقت استبيه اللي سكود داوي والريح عرفتي دون الريح كالمسك سيدا وحاوي عذر كوكالي لما استرك حديثك عند ابي داود وحوها ومن خرج به خراج طوحوها داوع الوجيست ادم كوجيست وقال باكو كدفتي صعود كبات فران تريوتي واد كفتي لوج باكو مرحي عدي باكو دلا عدي ديك باكا يمد تاسي ولا سو دمي ادو اسكا صعودو اسكا نبات قبو روح بن ادم وحوكو يل حق النار كفين با نبر كاسو بحي بحدين فين با كاسو بودي تيبو نبي وكال ومن خرج به خراج ننكو وفين كسو بحا أما النبر كسو بحذن في سبيل جدك إلهي فإن عليه طابع الشهداء نبر كاسو بحي وحال غدو فنية تيم بريه إنا تشهيد تال غدو فنية فإن عليه
طابع الشهداء أي خاتم الشهداء. رواه داود والترمذي وقال حديث صحيح. أبو هريرة مرك حديث كان يحديث كسوس عدو كل رقم جرم مالن با لقسو قيل يميلو أبو هريرة شوقي حق الساحل كا اللي هو حق شام حق العراق الدولي والله يا عميش بل تقول حاله وحدي ما جربين وقال ما تشوكت وكلا سوال الله بطي يا سوق فرس كيس عبار ماشي تاقنا إنو رقا قوتي واسي دي بالي ما إنا كنتي يسوق الحقوق هل يرتاقنا دا ماشي محاجرة. نبي محمد بان كم مقلي موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ساعات يرد إله جدك ستاقنا تتكد على أنت أما آد واردية قبطة وطبي لها مسلمين تؤسوا جيدة ساعات ير يو حكا خير بدن تاي ليلة القدر أو تتكب أنت آد كنت كان يسو عند الحجر الأسود مركز سعادة هي بحسن تيك أرضا يسكس عدوانه وسعاد بن بحسن إياه فرس كم ماشي عبار كوه أيوه ماشي قيد لقصة وشيء سفيرنا أيوه مركي عبار تنقل أبو صور نقاق لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني سلف كسداسي هوش أقول رقم الشرير الإمام الشافعي إسكندرية يدفع كقال حياب تأسوه كتابك أمك يريني وقرأه كتابك أمك أسوه يريني او قرى يو ديارنا يو حقا اجتهاد وما الدين كذي يدفع كيجا تضوان بالبوت حيبت سوى النصاري مع تبين سوى هاي مصر نرى سمت قانان اذا صدا سي سلف كوركود وها لكن مشركين اجهادكم حافصدان وآف عصب وآف حاجوك بسكده الدون كورنا بها دول دول سي سيدو سيدو السعودي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال مر رجل من اصحاب رسول الله نين كمذا أصحاب النبي محمد بو حصوم مري بشعب قل وفيه أي كتال عيينة من ماء بي البياء أي كتال عيينة من ماء عذب أولي معان القل قليسة يا فرير باكا قليس ها إلسك قل قليس يا حين توكلي. مر رجل من أصحاب رسول الله نين أصحاب النبي محمد كمذا أي حصوم مري بشعب قل وفيه عيينة من ماء عذبة أي كتالو إلبيو قلقل يسوى معان خرارين أما أن رنا أهي أن رنا أهي عيينة ذا هدو حالو تصغيرية للتفخيم بيليهين ما ها للتقليل لأنه هذا يوحي سكيرتها إنكم ما مش على يستين وذا دور أني لما لها فأعجبته إنك ما أبقوا وليا ماشين عدد قشا إيه دنا دور دور كبيها معان كالصعوده إيش بيها معان عور دتك إما الناس كيف قالت سكت حفر يستمر ماشوا سكت دكتا إلى هنا كعبده مكو خلوا يسافروا ماشان. فقال وحوري في نفسه أصدقى وحوري سيريس لها الله لو اعتزلت الناس ضدك هدان كرد إيران لهم كفق عن لها وفأقمت في هذا الشعب قشانا نسكننا قادو اسكننا قادو انتقو صم في عناتين وي الله إلهي أصدقى اسكننا دعي كدب وحوري ولن أفعل لكن يلي ماهي تان اسكت صور دقاقون اسكت سو قورميشن دقي ماهيو أنا نصوبانها الله تشنين ولن افعل يلي ما حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ان رسولك الى اذن سوى الديست فذكر ذلك لرسول الله ارنكم ما جاي كسو دعي النبي اشي ونبي الله ما ان دويت بانو سبحان سومر قل هبلايو ميل قروحسن او البينا اي كسوتو امدنا ان كغ نبد غلي نفسي ان سخطر كو غلين او لو نولان كران سو ارك ما ان اسكغ سوفيو هلكاس ان كو راهيبي. فقال سبحانه لا تفعل هيل ومضى مسلمين تاكر راح بحي محايا النبي الله فإن مقام أحدكم متكين نقاشوه كن نقادام استاغو استاغو في سبيل الله جدك إله يكون استاغ هالمال مالو تقناد أما ساعد يا أفضل كفض بدن من صلاته في بيتي 70 عاما تضباطا صلاة القرية كتكتو إيا إشي أطورك تيه قشي الله نحفر يسطو وحكاك مع قبود تضبات سنة عفوا أي وحكفض البدن وحكفض البدن أضيقو هل صع مسلمين تهلقن كالله قالوا أو جدك إله يقول دقال لما فإن مقام أحدكم في سبيل الله استاقى جدك دح استاقى سفك أدبو حسو المسلمين تقرب كودة استاقتو إلا قوة هشدو إهيقل كي يموقال كي يمقدق مسلمين تآت بضيسو أي وحكا خير بدن أفضل من صلاته في بيتي 70 عاما صلاة تضباطا سنقولها إذا كنت كان يسي هل كانت صفقة أدب حسي يقرب استاقى مسلمين تقرب استاقى خير
nabi wuxuu yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum, ma waydan jeclayn allah inuu idiin dhaafo dunuubtiinna. Nabigu muxuu noo tilmaamayaa xumeel, wuxuu noo tilmaamayaa goolshoo la fadhiistay iyo guryaho lagu cibaadaysto, tusbaxa la daldalo, indhaha la isdaba dhigo, dambidhaaf badan laguma helo addoonka. Wuxuu gosha u galahay ee isha biyaha macaan u ag fadhiisanaya maxay ahayd? Muxuu ku raadinayay dambi dhaaf iyo jandu ku raadinay? Nabigu wuxuu yidhi maya, halkaa laguma helo. Alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum, ma waydan jeclayn rabbi inuu idiin dhaafo. Wayudkhilukum aljanna, jannana idha galiya. Haa ukhzuu fi sabiilillah, kala bax kitaabka qabaal la yidhi. Nabigu wuxuu yidhi meelahaas waxba lagama helo, ku baabi'ine yuu shaydaan meel kugu xidhanine, meesha jannadu ka dhowday ay dayatay halka aad jannad dagan baa taalle. Ukhzuu fi sabiilillah, jidka ilaahay ku duula. Naftiina difaacda ma, wuxuu nabigu ka hadlay, oo dalkiina difaacda ma aha, oo caruurtiina maxastiina difaacda ma aha, oo guryaha la isku toodaaday yac iska dhaha ma aha. Waa maxay? Waa talabu jihaad meeqa arrimood buu ahaa? طلب ما لم يحصل وحفظ ما حصل. طلب ما لم يحصل وحو نبي وكه الله. اغزو في سبيل الله جدك الله كدولة. من قاتل في سبيل الله جدك الله روحه كدك علمه. فواق ناقة أو فواق ناقة. هل انت كحسكتو؟ هل معي كحسكتها؟ حلق الجلال كان صعد بقادة أما الله صعد بقادة حلق برواقضنا شيء طوان دقيقة صدن دقيقة. فواق ناقة وجبت له الجنة. جنة واجبته جنيس وديار. رواه الترمذي قال حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين لبض اللي ست انت ودح يسوي لبض اللي اسمه نفك الله يسوي انت ودح يسوي فواقا اللي هذا فواقنا والله آخرية. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله حرسولك الله يو تنا قدرا ما يعدل الجهاد في سبيل الله. نبي الله جهاد محاول ما ما يعدل الجهاد في سبيل الله حق فضلك جهاد محاوله مولى فضي على النبي الله سبحانه وحيده لا تستطيعونه لا تستطيع ما أودي كرتا جهاد وحاوله ما أودان ما نكر كرتا سيدا مشهور كأن نصده قرآن لا تستطيعوه أي أكثر نصه قرآن لا تستطيعوه أو ننتلقوه من غير جازم ولا ناسب. وين جرت واللغة صحيحة إن مر نون تلقوا أيضاً جازم الناس من نوسن جرين. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا لبشر أما صدح قرب النبي كعري نبي الله وجهاد وحولك من نوشك نبي وحولها ما أودي كرتاني إجد آية. كل ذلك يقول مر والبوحولها وهي لا تستطيعونه ما أودي كرتان جهاد شيء أودك ما بن آدم ما أودي كره الجهاد قد أوداني نفي الشيطان تضيع سكت هذا كوها قاقا وحيات قبان كرتان. ثم قال سبحانه وحوري مرة وحو نقمة مثل المجاهد في سبيل الله جدك إله روحك قدك الله ما يؤبحي وحول لتويهي كمثل الصائم روح صومن وكالي القائم تاغن وصلاة تاغن هبين كي يمالن با القانت كو أدعي إلهي بآيات الله آيات القرآن كأخرين أيه لا يفطر أن كان نوغي إن كدالين من صيام من صون ولا صلاة إيا صلاة تكدو وفي رواية ولا صدقة وحو بحشو صدقة حتى يرجع المجاهد الى مجاهد كسو لابته ولا سو لابته في سبيل الله كدغالمه جيدك ان كدغالمه كسو لابن ما ان كن نكا بخو سون كاد بلوودو يا صلاهات بلوودو يا صدقات بلوودو ادون مرنا اموسين اون سيرينين ما كو جوي كرتا ابدا افرغ تسع او حريد عبادك ما جري كرتا وبنتا ما اوديت عقل اسقداي واغسو سونك كو بريسو saad u wardinaysa ad quraan u akhrinaysa ad u tukanaysa adoon hebel u dhihin ha kugu dhaco gabalku waagda ma kugu bari ma awooda ha seexanin ha jiibsanin sida malaa'igti ma awooda abada. Tawun nabigu noo sheegay laa yastatiicuunahu ma awoodi kartaan bashar baa tahay adugu xaajaad baad leedahay waad seexani cuntaad cuni waad yar nasani waad iskala bixin markaa laba juz quraan akhrido hamhamsi baad bilaabi ma soconaysa كمثل الصائم نصم بن بولتوي هي القائم تاغن سالاد تاغن القانتي القانت المطيع بآيات الله آيات كرب غينا إلهي كو ادعيو كو دقمهايا اخرنيا لا يفطر ان كن نوغين ان كدالين ان كهب من صيام من صون ولا صلاة هي صلاة ولا صدقة حتى يرجع المجاهد في سبيله. متفق عليه وهذا لفظ مسلم
lafdiga aynu sheegnayna waa weerihii muslim uu wariyay xadiidkana waa wadaagaa bukhari muslim wa fi riwayat al-bukhari bukhari riwayatu waxaa ku yimid anna rajulan ba qala ya rasul allah riwayatu al-bukhari sahih qalu ya rasul allah jamaa sahaba bugu hal lil may jamaa min sahaba waydi subana qala ya rasul allah dullani ala amalin ya'dulu al-jihad nabi allah waxaad tusta oo ugu farfiiqda amal u dhigma jihad ka u dhigma qala wa nabi la ajidu mehlay ma hayo subanihi ba sida leh lo soo dhibidinka inoo ino sharxo marka la soo shirtagin jihad waxa u dhigma salaad hala iman warka la ajidu nabi maxad ba ku mehlayo amal jihad u dhigma mehlay hooyada maxay soo taraysh oo nabi wax baray macallimad macallinki ardayga nabi maxamed ee khaaska aisha maxay tidhi nabi allah quraan kan fiiriyo iyo amal jihad u dhigma ma hayo aanu jihadne hadee nooydan nabu hadu xuur laa ajidu laa tastaticuna waa kasii horreysay ma helaayo uma qaala subana wuxuu hal tastaticu waa adilada culimmadu ka qaateen inay ajwabada iskala duwan ee birlwaalideyn iyo jihaadka iyo xajka iyo salaada la kala hormarinayo inuu yahay inay tahay jawaab bixasabi ikhtilaaf alaxwaali waalashkhaas laakiin marka la isgarab istaago camal bacda towxiid jihaad ka fadli badan ma jiro salaada adigu aad marka xamoodaysaed leedahay iyadaa jihaad ka fadli badan ama xajka aad leedahay ama birulwaalideynka ninka mujaahidka waana kula tukadaa waalidkiina saa kaaga baarisan taa ugu hadda mujaahidku waalidkiina saa kaaga baarisan isagana kaa salaad badan kaana soon badan dadka jihaad axad ka salaad badan ama ka soon badan ama ka qiyaamulil badan ma jiro wax loogyahay ama ka unaaqs badan hawshaasi bay u taagan yihiin hataa waa lagu caafimaadaa jimanka waa lagaga caafimaadaa isay sicirka lagaga caafimaadaa meelaha ilen owlahaas baalku meesha ma joogi kara jin iyo il iyo sicir iyo balaayaa wada shaydaan iyo jin baa wada meeshana waa meesha shaydaan iyo jinba lagu baabiinaya shayaadina abaalisaba iyo furuucdoodii nabigu wuxuu yihi hal tastadicu ma awoodaa idaa kharaja almujaahidu ruuxa mujaahidku markuu u baxo inuu duulo waxaa nabigu weli uu ka hadlay waa kifaa'igii jihaad kifaayina adduunka kama jiraan kuri sagaal boqol oo sano ka hor way soo dhammaatay saxaabada maana soo sheegay muslimiintu waxay maanta ku jiraan iyo maalmihii ka hor iyo boqolaal soo la soo dhaafayba difaacu nafsi buu ahaa difaacu nafsiga nin walba meeshuu ka galay wuxuu ka qaato inuu ku magacaaban yahay oo ku sharaf leeyahay oo taariikh iyo magac iyo mudnaanba ka tagaa ummaddan soomaaliyeed ee muslimka iyo inta lamidka aba had iyo goor waxaa magac bixi oo wax tara oo mudnaanna ka taga ninkii wax tara ee diinkooda difaacay duqaydi soomaaliyeed adduunka soo maray ama boqoraha ama salaadiin iyo ugaasiya ama culumaha ayaa laga sheegaa waxaa laga sheegaa ninkii ummadda diinkeeda difaacay xaggaa iyo waqooyi marka aada sheekh bashiir yuusuf jaamacan baa la sheegi cidkaa la sheegi maayo fatay sooma koonfur markaa timaado sheekh xasan barsani iyo waxaa la sheegi iyo sheekh cumar goleley iyo oo beesha muduuleed ka soo jeeday sheekh xasan barsani habeen wadbayn ka hadlayna qoys buu ka dhashay waad garanaysaa galbeed iyo dhulka iyo gobollaha dhexe ilaa bari ilaa etoobiyan ayaa laga sheegaa ina cabdillah xasan weligeedba waa sidaa ummadda ninkii diinkeeda iyo dalkeeda iyo dadnimada difaaca unbaa taariikhna ka taga mudnaanna ka taga iyaduna ay wax ku noqotaa culimmada dadka la qeyrka aw qoliyi siyaarada qaadahaya aw yaa sheega kuu barabaqaday beenta ummadda ku baadhanaya aw waxba kama jiraa ilaahay fadligiisay ka mid tahay dadka ahlu khayrka ee diinka ummadda difaaca ee gaalayac yidhaahda wuxuu u sameeyaa lisaana sidqin fi laakhiriin ibraahim wuxuu ku ducaystay waajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin magaca wanaagsan baa ilaahay siinaya ilaah baa iskugu daraya intiina hadda joogta nin walba diinku meeshuu u taagan yahay wuxuu taruu ku magac yeelan doonaa waa loog yahay saxaanta oo hadda iscaaya oo waxaa doontaan daldala nin walba marka sumadda iyo dhagaxu muslimiinta u dhigo ee wanaagsan baa uu ku qiimaysan yahay taas waa xagga cilmiga diinta sheekh yuusuf kowneyn baa la sheegi culummada ummadda diinka bartay baa la sheegi qolihii burdhaglaysanaya cidna sheegi mayso ee sida goofana ummadda shilinta ku noolaa ee nuugayay lama sheegay haddaba goofani waaweyn baa jooga ka daran kuwii oo ganaca idinkaga wada dhegan
الرصد يعمى أود إذا خرج المجاهد مجاهد قاضو بحو عفوا مجاهد مركو بحو أن تدخل إنا تقش ما أود ودادو مسجد كان قوب مشهد كنت كان يزيد مساجد المسلمين وفتقوم أتجوكسته ولا تفطر أذن فريسن الداي صلاة تجناته وتصوم أتصنته ولا تفطر مرنا أذن أفرين فقال سحابي حوري ومن يستطيع ذلك ورنت نبى لو يأودك مجاهد مالك وبحبيل هم مغناظ لابد هم مغناظ صنة هم مغناظ مساعدة قال ساؤت تغنو ركوع يسجود يصون أنك لقو أين ينوض ونهد لهين ونفرد لهين ونشيف لهين أحد أود النبى لو مجرور هذا محاديث نمرك عمل جهاد ودك ميشك جهاد كن نبي وكالين واكي كفاية قاها وعانوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس من غير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متن كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها طار عليه يبتغي القتل والموت مضى أنه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة نبو حول من خير ونصمر حديثك وحن قصهم الرأي بابك لحدن يا سقالات بين قصهم الرأي حديثك اللح بقلات كفيرية حديثك ونصمر حديثك اللح بقلات بين قصهم الرأي نونا غريب كسية ألفاد كتورتها هكذا قصو شرحي وذلك محقق أنا موسى عينين عليا أهيد أفاد كيسي كميتها حديث نوي عين لي لصوم مرأي من نمي عين لي الفاد أنك جرت غريب كورنبا نوي رقم لحب قولات مركو حديث كسو الشيغيب يكفى فاي لما لا من خير معاش الناس لهم ذاتك النولوش وضمده أولا أكسن وحاكم ذا روح البقاب بأنه ليها يقاب ورق ما نبو حينو الشيغي نول الآدم أولا ضمده أولا أكسن من خير معاش الناس لهم نولش آدم مده وخير بن وحاكم ذا رجل أي عيش رجل أو معيشة رجل ننولشي قاب نولات إلا قاب قفوا البقاب بسعادية نولو وناكسن واركا نبي محمد بمكي نوشي غي نولش الروح مسلم كوة عن كوة ناكسن محاية النبي الله وعيش رجل ننولشي ويممسكي كده قنو هايستا عنان فرسه فرس كيسه قان كيسه يسام اللي جام كيس في سبيل جدك لا يبقوا هيا فرس كيسا ديارة وهيغن مروى البولوبة هذا دوشو كقبو ذي يطيرو حكو دوليا على متنه دوشو فرس كقدو المتنه هو دبر فرس كاللوجي ذا فرس كدوشي سيا دبر كيسو ساقبو ذي كلما مركزتوها سمع أم مقلوه هيعة قيلو درين له ديلو رسو بحاي وركب بحاي قيلو هل كان لغاشي قال سودوشي علبا الله أركي ساهم باميش الله أركي وآداي مسلمين الرعية كلما سمع مربو أم مغلو هيعة روغ درين له أو ما سأم مغلو فزعة وحلقا أرقحه ولقا عبسده طار وحقود ولي عليه على الفرس على ظهر الفرس يبتغي أسوه الرادين يدندون يجرين القتل دل والموت الجيري مدانهم ميلها لقا ما ليستو كرادين ميلها لقا ما ليستو إذن علوص بامان تيم حقيم يبلغوا هذا إله شهدك ورزاق سجل رادين يبا جيرو دنيك رادي ويك انت بدل ويك وبا 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 راجا با نينك كعري والناس ما راح سوق بطاه لكن خال مولد ملك استنتو كر هذه كقد انت سرير ديس مال بقى وليها ملك موت بتهاجم بضف أورنجري إلى شركة سلقوا مال فيو مال وران كويال أما اللي بكويال أما سيف دلع اسم مويل مال بقى بتاع لقوا ما كده مرة سرير ديس وقد انت سو أن قال دين بود أنت نفط إلهي بهاي وساعده حديدا ما هذا المال حبة قصة عطاءات قشيني حبة قديلي معنى يا ضمة هذا دارايس قصة رام من نفط كهذي كورونا فارس بابك قديلي هرق بابك عفر حلم كان عابك وقوم بدر نفط الله قدي سيد خارومي جنك كو والناس كا يستاجي ذا مركو حاوة يهوش الله قعد سيكو ترتاح ننكاسي نبو حوري وان نولاش اوان اكسين روح مسلم وكون نولاد وانين دقال اتشوغة وهيغان فرسك سو ديار سيهاي مرو البو اي صوية دقايلو اي برمض لوب اذا اما هول نحدين اللي يدارين دقال لما قلو وكود دوليا وان نولاش روح مسلم نولاد اوان اكسين محان نبا الله صور راعة او رجل او عيش رجل امن النولاش وي في غنيمة حينير هايستا حقيا كو هايستا في رأس شعافة قو إجركي شعفظ وقو قوي أما إن حن عن رهن إجرك أما بارتد الليلات ملا أكره مارتي جودرك أقول جلائيو هي أريد دورتك أي جلار
meelaha dabariyoodka iyo meelay galaan meelahaas wey oo qow dushii un baa loo jeedaa dadku dhan buu ka fogaanayaa meelahan dooda haduu yimaado ama daadaga dad bay sarkayaan oo bin aadam kala qulqulaya laakiin meelaha kore wixii taga looma tago hadii shimbir baad sarkaysa aw rajul wa fi ghunaymatin hayn dhax jooga fi ra'si sha'afati ay fi ra'si jabalin baa laga wada hada fi ra'si jabal qow igarkii jooga oo min hadii sha'afi qowyahan kamida aw masa wuxuu joogaa batni waadin tugdixdii buu joogaa ama galihii buu joogaa oo min hadii awdiyati tugagan kamida laagahan kamida ninka muxuu sameeyaa ummada ka fogaaday yuqiimu salaah salaadu oogaya reemiyada salaad way eeday sooma ninkaas oo salaadu waa oogaya ويؤتي الزكاة زكاة ويبديبيا ويعبد رب ربنا وعابديا حتى يأتيه اليقين إلى إجيرد أتماده ليس من الناس تذكرنا كمصقنا إلا في خير وناك إلا في حال خير ومضنا وناك بوهيا مسلمين تكوارموا إليها نيو وناك سنبو نوغم مقايها كي أوي مادنا مرتيانا وناجيا ووالال أن دنبك سنغار ديرا ديوي ديفتنا القامت تقين هذا مرتنا وانا وناجيا زكاة وسودي بيا واتكنيا حق الناس حق الله وإلى لي نبكي سمو نغا حسل لدي نكاس نولو ناكسن بكنو لي لبدا وحو دخاي لوغويو لبدا وحو دخاي وا لوغوي رواه مسلم وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحو يدي ان في الجنه حديث عليه انه تلمام النووي جنته وحا كيال 100 درجه بقول درجه أعدها الله ربي وحود دياري بقول كاد درجة وقلت لك علي للمجاهدين في سبيل الله أحد كلو قاعن كرم مثل أما إيمان كرا آجاس كوجد كإله كود قال لهم بالله قلت لك علي ما بين الدرجتين لبدا الدرجة أنت ورد حيسنا لبدا الدرجة تانية تكلي وبقول كودي بقول كي الدرجة مثل بتأود تكلي وحكي فوق تاي كما بين السماء والأرض عري أنت ورد حيسا نقول كان إله عري كان شنب بقول أو سنا الله سعودا سعودك عادقة نبقى ينور شيء رواه البخاري درجوين كأنت عدن جنة إنه هو وضع قلي يا الله كلا سرية نبى ملهن هو سجوا رادع عدقان دقة نبى رحلة ملهن نبى عجوا نبى إجر كجوا نبى حدقة هجوا نبى إرك جوا الله كلا تجاهي ما بقول عليه الصلاة والسلام بعض المسلمين يوحي أضو أركها يا مسلمين تكلم إيش دقين سد حدقة كله هل كا يا دقن شيخ بالباد دقن ضيح كركي سواح كم بغضاء إفهايانا مجاهدين تبا دكان أضوهم مالاهن ديحلا دوريقيس قريهن سمانا هذا دكان تين جي ميالا دكا جي نيك دكا مالا جيبا قلزوما قران كواسق قيب طوه سيس قيلو يا سواحا إي دولي أردها إي يانيور إي 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 شقوري خفات يا كردقان روح مالاها قرد دكا الرون ولكن يجب ان يكون هناك سيكون 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 هناك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا نك إلهي ربي أوقعنا ربي نما أوقعنا رضي بالله ربا هذه رب صلى الله شيعه قلوا هي دي بالله صعوته نك أوقعنا إيمان سد الرماية إلهي كل جينو أبوري كل جين عبادة كل هاي إلهي كل جين سديبة وبالإسلام دينا إسلامك ما الدين نما أوقعنا وما شاء الله كلا بعياد هذا قدر دعوة إلهي سبحانه أوقعنا عصنا إسلام كونه الدين حق هاي مركي كتابك الرب جاي الدستور اسقبتنا بحاضو هيلين ها دستورك بحاضو هيلين قويس كادية مركي اسقبتنا المسلمين تاع حق ادرر هينا وحاضو هيلين ايه قويس كادي لتكون العزة لفلان ولآل فلان وملك فلان بحاضو دمانيس افكا بارك ثم ينفع هذا ترى ادي ادبا والله وبالله وتالله كوتش على هاي قول حبكنا اجلس مين كادريس هبلو حاتري كتاب جامع عرلان كوغم مرة هيا سمياد كوغوش على كبت بدي قوين قميص بدي قاد اللاعن إيش أثفرت يقلين كل إذا مرتشن يقلين ورواسي ذي وايس كعادي آدم نوام كوغوش على يعني كذا جزنية سورة قلبا كم حابس كوغوش كبدانية حقيقة وهو حق أتكون رقم ميزان
hawshii sayidka weeye wuxuu naaqdaa ma faranjiya ama awrkaba u rara ama aaladda buu sidaa heen ama uu ilaala ah u ilaaleeyaba ashahaada beenayo islaanimaha lagu dhaqo ama uurkaba kale jiro uur haddaa tabar u bahaye ashahaada beenayo islaanimaha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan anuguna ma ogolaan karo runtiiba aqdaam farj waa maxay farj waa nimanka reer yurube adduunka rogay mucaatabiyada kaga qumaray ilaah mucaatabiyada jabi maxamediyada quwey baad ku ducayn jirtee xarwa kaas ilaah jabi dhe suuudiga lagu xiray dad ilaah jabi tiraad اللهم اهلك الكفرة والمشركين وحرنتاي سعودي وركم فانتي امارات وركي بجوجو واهوري هذا محي مراي بالك سيخ سومبر سلمان لوي ديبي سيخ عاوي جينا ويسجدون وركو عن رئيس ري امارات فيري سوشيال ميديا كفيري محمد زادي عيدا كيسية بقرية ري امارات محي مرايان هندي مسلمين هندية بابية اللؤلؤ عبوديس بوديها الليله مسوسيق بها وحواي بوديس بها ان سوماي وحي سنيو دم دركود بي سو خيدين ديغودي بي مرسدين ديبغي بي كينسدين وي اسي وي ركع سيدي اي غالو سمين جيرين هداي راكو واس مسلمين ما انا علي ولادكي اسكدا ولغي بو حال لا سو تاغناي افو لو اوغياي وي وركين واس كاساس انا سيدا جنة كو غشان نواد ربتار way kuwa xukaam idin ahaadaan iyo talis iyo maamul man radiya billahi rabban wa bil islam diinan islam kana diinima ugu qancaa dhaqankiisuna uu ka muuqdo afkii adinkana kaga adima xagga nafal galiya wa bi muhammadin rasuul nabi muhammadin rasuul yahay ilaahay u soo diray oo xaqqa oo karaamaysan oo sharaf leh waxaa laga rabaa at-tafriid wa at-tajriid baa laga rabaa التجريد والتفريد عفوا التفريد والتجريد بالغربة تفريد وامحي تفريد العبودية لله رب العالمين والتجريد المتابعة للنبي الكريم بالغربة لا بد هذه اللقاوية لست بمسلم وإن زعمت مسلم متي تدد لكم حابس وعد نشيق وإن الإلهي كلي أدن النقطة نبي محمد كلينا اتراعد يا دبقليد اد او غلاتو كلي سيلو اوغان امرك النبي مركا اس قبطان يا امرك ريهبل بالو كلا بخي كي دوراني هوين ممكن نكو خماادو مره نينكاي فيريسا مره عرورتي فيريسا هاي زمان نينكي باقه في المرجع حرق لمسيتان او انكار قبه تتضرب صوت فين بكون نقضه li arurna meesho joogana isku maqadaa marna ninkaysa u fiirin iyo shaqo xumadiisa iyo sheeydaanimadiisa marna ku wanaay fiirin markana waxa ay u go'aan inta badan dayna aqilo qumantahay arurtaas ay u sabri arurtaas u sabarta maruu kitab gelay xaqo u dhaqaaqo iyo nabi maxamed sunnadiisi reeb la xaqo u dhaqaaqaan marka inta saad jiraado xaqo u dhaqaaqo waxaan ku leenahay ashaad bayn way bayn yahal baa lagu lisay xoog dafar lagu eriyay wajaba lahu aljanna yaani ninka sida yidhaahda ee dhaqan ahaan ku fuuliya wajaba lahu aljanna fajajaba laha abu sa'id fajajaba laha abu sa'id abu sa'id baa hawsha u bogay hadalka nabigu u yiri man radiya billahi rabba wa bil islam diina wa bi muhammadir rasula wajaba lahu aljanna ajaba laha وحا او بوغي او اد يا اد اوو بيرقي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال وحور الصحابي اعدها علي نبي الله يغو خري حفقد عنا لو قبتي يغو خري فعادها عليه رسول نبي حد يغو خري ثم قال وحي صبنه واخرى وخصله اخرى مثل بعض نقبس الليلي انت ما مقشها مثل بعض علوس نقبسه وخصله اخرى مثل بعضنا يرفع الله إله بك كوريلو كدلعسي بها ايد العبد اظنك 100 درجه في الجنه على مطلبات روحي لغا هيلانا تو اصل الدين كي توري لا سو شيغي مرضيه بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول واصل الدين الاسلام كو اسحيوي ميد كلو روحي كو دقما اسو 100 درجه لدلعسين ان كو شيغا نبي
وأخرى وخصة أخرى قبصو يرفع الله إليه وحكو دل عسيا بها أيدي العبد أدونك اللي ما دل لقاه له 100 درجة بقول درجة في الجنة جنة قده ما بين كل درجتين لابد يدل عوضب وحاود حي يا مدل عسين كما بين السماء والأرض حيث أنت أود حيث وكالي قال وحور سحابك وما هي يا رسول الله عملك يا أرنك الوهلين بقولك هذا درجة نبي الله محيطاي محيطاي قال حسو بنوه الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل جد كله لغو دغال لموي على مدى ننك لغيه بقولك هذا درجة لدلع سينا وحاوي ننك إله جد كسو دغال لم رواه مسلم. وعن أبي بكر بن موسى الأشعري قال سمعت أبي عفوا سمعت أبي رضي الله تعالى عنه أبي بان مقليب ولي أبو بكر بن موسى الأشعري أبيه وأبو موسى الأشعري هذه عبد الله بن قيس اليمني أبيه بان مقريو وهو بحضرة العدو أسوى عدو هرتاقا يضم مالين قال انت الله يسهل الله صفتي عدونا موقضو يا أبيه حديثك سوى الشيء أصنا ولك نواجه جهاتك. وفي رواية سمعت أبي تجاه العدو ويد بن أبي شيبة أباه وعدو هرتاغن بان مقلي بالأسقولي محولها أباها يقول أسقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة جنة البابها اللقاء قال إرهدهيدو تحت ذلال السيوف سيفها هوس كودو كوس جرا الباب كالجنة سيفت هوس كودو كوس سيفت مكسار لوقا هوس كودو برتو هياج الباب كالجنة لقاء قال هياو. إذن وكناية النبي عليه الصلاة والسلام حيث سيفت مكا يقول دعضي كل شيء يدو أما آد لاتي ما دو جدك إلهي كود دقال لنتو سيفت وحي كين يساوي إن الجنة قشو جدك إلهي الجنة تحت أقدام الأمهات وكلوه جنة وحي كجرتا قم بدها يلغاه هو يوينك ولغا دعيستو والله بار رمسا من النبي سومدين الباب جنة الجهاد بلغا قلاب سوبانه لأن الرواية كلا عديسي إن السيوف مفاتيح الجنة هذا محل إنسان إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وفي رواية حديث كوليها إن سيوف سيف تقول لي إذا وحيتها مفاتيح الجنة قريها محل قفرتا فراء الكله قريها كنظر الباب ذو محل قفرة سيف تنا الخد قال الله ما يصير رأس دل دليس يبقى سوكا تيدي نزاب الباب ذو جنظر فراء فريه وكا شلم شلم رأس توي واحد فريه جنظر. فقام رجل باستاغب صوب يوري ابو موسى الاشعري رث الهيئه ان اسكو ادنين بساسن با لو جيدا رث الهيئه يعني روح سفر دير مخو سو غلو مال مخو سن شن ليسنين اون سري داشنين اون سري ديسنين او اف خوغو باينه كم يا سداده كم موقتي سفر يا سعودار هيئه دي سبا اسبدلين دادن ومغاله جوغو يو وهراعين يا ينين دلون سن وي كلا دوين. فقام رجل أيا استاغي رث الهيئة باهي أي كم وقته بصاص كم وقته. فقال وحوري يا أبا موسى صفك الله تاغي قال هذا واتا مسلمين تواتا أبا موسى حديثك كسي داي نبي محمد بن كم مقلي ويقول كسنا واك تاغي نينكي نواه مقلي مجاهد كا بصاصته كم وقته يديفته. فقال وحوري يا أبا موسى أبا موسى أأنت سمعت رسول الله يقول هذا ما أدقى رسول كم مقلي أسوق صدا له ويرهاني من نبي قال كم بقى شيء مس أدقى نقوع عرابين هيور وضيال كنو قل لي قال حول نعم أنا نبي كم مقلي من نبي حدوكو بين أبورني. فرجع إلى أصحابه إلى مسلمين تمركي رمي بالسكة قبلنا يريتولو كوح كوح بالوضع سعود قبيل قبيل ريه بالحلقة أقاها قلين أقا ساسو نبي قلت شعلا نوال بنو حوش شعلا مركا لها الجمعيو نور تركي كل حكشيرو هذا يا تريبل سوق الصفق هذا وقاسك وقاسك هذا كبير حي المادر يا إسيقانة أيضا لا نفي أو للدياري أو لتوبري أو بلاي السندية للديار ديارين هدو يا أو هل مرقل انتبه وإسراع كرار. لكن القبائل كمسلمين تأن دجال قينون قال كهر قينون سنة وام حي نول بهير كيسو صور راعية لماذا قبيلك أيجا يقان جيسو هذا صفكر اللقين يي مثل الراشين ككاري الأورني ورادو أن أفيني ضدك كلا أرض بيها صوت دل دلادو والراشين كسيكري نفع عم بطاي ويجاب كوب بده هنجرتي نينك داو عي هولها خوف عن داو عنت إيو هولها هاس ولا قرن إياه نينك سان خوف عيا يقان
ninka cala tiiriskan way garanayaan, raggooda iyagaa kala garanaya, hadhowna kala carari maayaan. Ilma adeer way isku hilbadirirtaa, waa isqaadan, reebal baa jabay oo kasoo cara dhaawacda la odhan maayo. Haddaad qabaail fara badan isku keentood wadagala, adaa ku jabi doono meesha iyada. Waa la kala miidhaya. Nabigu sidaas uu yeecay calayhi salaatu wasalaam. Reebalow aagaas aan ku ogahay maysarada, idinkuna maymanada, nimankiina reebala muqadimada safka horataga, war idinku qalbiga bartamaha fadhiya oo ciidanka idinku dul wareego. Xagga haddii la soo jabsado u heeliya oo kuwa haday u heeliya, idinku ciidanka qalbigu muxuu qabtaa? Ciidanka bartanka ku jira wuxuu qabtaa? Safka horadii la soo riixo wuu caabiyaa, wuu buuxinayaa, war idinka dib soo mara. Xagga haddii baasho ay kasoo butacaana waa xoojiyaa. Gadaal haddii la iskaga yimaado dhabarjibintu kaaga filan yahay. maymana iyo maysare iyo muqadame iyo saaqaa la yidhaahda meeqa madax weye iyo qalbi shantaa madax weye ciidanka nabi ahaan jiray waa kii yuhuudeen muxamedun walkhamiisu rotay kaleen badeelihii iyo gonfiyadii iyo maxay ahay dambiilahoodii oo beeruhu usoo kaleen buu nabigu ka hor yimid salaatu cun soo tukaday ilaahay soo baryey soo dul fadhiista fish bay yidhaahdee dambiilihii iyo badeelihii iyo wixii dhan bay majaraftii bay ka carareen waa sidee muxamedun walkhamiis waa muxamed iyo ciidankiisii shan madaxlaha ahaa shan madaxle ninkuu galana warkiisa waa cadya ciidanka shan madax waagi loo diyaarin jiray waa goorma waarkii seefe iyo warma lagu dagaalamayay hadda laba isu keeni maysid haddii kale kuruus misris kugu fadhiisanahay salaadu lasi kuu qabata loo tukaadahay sidaad gaal iskaga dhicin kartun baad iskaga dhicin culimmadu waxay ku ijmaaceen way soo guuriyay ijmaac culimmadu an aljihaada waajibun bikulli mumkinin jihaadku wuxuu waajib ku yahay ku dagaalami kolba sida kuu suura gasha adu sidaasuu nabigu yeeli jiray xagga kaartada milatari wixii la halmaalay hawshaa shabahaad ku dhaqmi wixii kale casriga qaabka loo dagaalama u dagaalami muhiimaddu waa maxay waa in cadowga la iska caabiyo wuxuu yihi saxaabigii farajaca ilaa asxaabihi ninkii wuxuu ku laabtay tolkiiba ku laabtay uu la socday faqaala wuxuu yihi aqra'u calaykum assalaam awa saaxiibada iyo ehelkayga igu salaama reerkii idinkuna waa idin salaamay uma kasara jafna sayfihi kadibna wuxuu jabiyey seeftiisi galkeedii jafnigu waa qimdiga galka wey seeftay ku jirto uma kasara wuxuu jabiyey waa marka ilaa seeftu marna idinbaa gal looga dhigaa marna geed iyo qori baa looga dhigaa marka la jabinayo marka waa markuu qoriga yahay inta badan markuu idintay ma jabi kare dayse marka aysan qallafin oo aysan engegin uma kasara wuxuu jabiyey jafna seeftiisi galkeedii buu jabiyey faalqaahu markaasuu galkii tuuray uma mashaa bisayfihi seefti buu la dhaqaaqay ila alcaduwi gaaladii buu la aaday fadaraba bihi seefti buu ku fashaaqay oo la dhaqaaqay iyagii xataa qutila ilaa la dilo uu shida sagura intaasuu raadinayay idan waxaa la seeftaada furo kuga jannada albaabeed furo ka ah waa ku qaatay ilaaha ka aqbal رواه مسلم وعن ابي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت مبرودو سيغي هباس اسكوم دوبو قدم عبد ادون قمده لويس لغود با لو جيداي في سبيل الله جدك اسكوم بورودو او فتمسه النار نار اي تابتو ما دعي كرتو كوب كادي ادين كاد انو كوب بورودو جد الهي اف قادود اسلام اوغو هيليسو حقنا جهنم غشو يقيقيد اسمكينا هيا ilaahay taas waa ka naxariis badan yahay rawahu al-bukhari adoonka marka sidaa yeelay jannadu waa diyaar wey wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam la yaliju an-nara nar magalo adabki ilaahay ma taabto rajulun adoon baka min khashyati llah ilaahay habsidiisa la ooyay baka min khashyati llah hibal ba ooyay annas kaga dar hawshu ma aha wadaadka codkiisa quruxsantaad u bogtay iska marqaan ma aha qolyahan ree macana dhaanto markay isku dhacday way ooyaan qolyahan hawiya saarku markuu u hagaagay iyo shiribku iyo walaasaqaduna way baroortaan kuwan reewaamana waay bilaabay ewer iskaga dhigaan iyo mojeer iyo gaarsi ilaa ishag ilaa af madow turi ewer iskaga dhigaanba qolyahan xatarada xertu markay isku dhacdana waxba is tuuraanba filiq ila wadaadan saaxiibe waaga dambalka ka jabay
culimadu waxay ku ijmaaceen wal aksu sahih qiyas aksi baa ku jira mugu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka xaaskiisa barakeeyo u taga u galmooda ee xaqiidina guta asna naftiisa zinada kaga ilaashada ajir baa loo qoray nabi sallallahu alayhi wasallam wa fi bud'atikum sadaqa saxaabu nabi allah minta anugu kuweelka iska dajiyo hadana ajir lii qorhaya nabi wuxuu ka waran kuweelka aad sheegaysa haddaad xaaraan la aado soo dambi laguma qore ha sidoo kale wey tanna waa la mid xumaan nin u duulay oo qabiil iyo xaq gudub iyo casabiyad iyo reebala lasoo dhaco iyo hala baabi ninka ku duulay ninka barigantaaleed kaa gaca u duba biyaha u diyaariya caga dahaaran qoriga u qaada boosha u cabeeya xigu usii sheekeeya sugootiye ee reerka ka bixiya isaguna waa la mid asna islaamkii buu ku duulay muslimiinti kii duulay dulmiga iyo macsiyada iyo ibdarada u duulay baad reerka ku siisintay isaguna la dambi baa tahay la dambi baa tahay waa isku mid cinda ahayd cilm walcagsu saxiix haddaad ruuxa muslimka macsiya ku taageerto ku xugun baa tahay haddaad wanaag ku taageerto ku xugun baa tahay nabigu sumadha calayhi salaatu wasalaam ribada ninka bixiya iyo ninka qaata iyo makhaatigu iyo ninka rasiidka qora he kulli waa isku dambi waa isku mid nabigu sallallahu calayhi wasalam aakulu riba wa mukilahu wa kaatiba wa shaahidayh أو شاهدا وسواء في الإثم أنا مقاتب أنا محام ماشوا مارس كت شو جاي شو جدد إيد ودماني أنا وحوق فرط بنا قانا رسيد بن قدر ربنا مقا من عون محاله مراب ربعون الله متعالوا شالك آخرك إيمان كل الذي يتخبط شيطان من المس بعد آخر نقنس ربنا نكدر جاي ننك فرمي ننك فصحي وأسكو حقوق كي بحشي كي قاتي مقراتي kii wax qoray kulli isku baab wey kii dalaalay bangigii fududeeyey ninkii ka ergeeyey oo bangeebel baan ka rabaa alaab intaas leh nima kaale igala hadal anaa isku fiican nahay isku xugun qaadiya qari soomaali way yaqaanaan hebel waa qaade hebel la waa qari oo isku xugun diinta way ka warqabaan oo iska daran dari mooye وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال صحابي حول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات صدقه وحا افضل بدن حديث علي بن حاتم بعد النبي قال لا ويدي نبي الله صدقتي افضل بدن افضل الصدقات شيء لبحي بحيو الى هدرتي لو بحي وحا خير بدن ذل فسطاط تنده هوسكت فسطاتكو واتندن شرعانت لدوبته ايدين يساني وحا سلاوا لغا سمين جري يا مريا عاديه كدي ودو دوبان gaadiidka taana hadhu marka la digaad iska qotonsan qoraxda iyo roobkii maricdi wuxuu dhan bay ka galnaysta fursad kaas la leeydaa sharciyada hadda qaatan ee meelaha maqaaxi horta laga qotonshay taana la isku laabso mid arag taas oo kale horimiyi ay xilliga miyi la isticmaal jiray ninka mujaahidka duulaha hadda hoos buu baahan yahay guriga u baahan yahay meel baa la degi intuu banaan seexan lahaa ee dhaxan dili lahayd maalinkana miric iyo qorax dili lahayd teendho uu ka galaad u yaad siisay waxaa daran uma bixi kara intanan hayaay bal dalaalimaysaa tiri أفضل الصدقات صدقة من أفضل محاوية ذل فسطاط تين ده هوسكيت وفي سبيل جد قلاتكو بحسو تين ده تسيسي قرنشيد بات تسيسي حتى روح كلام هاي حليف كقاد حليف متقنا فراش كان روبان قنعون لين على دكتي سيد مرأي اللي ضبطه يا حليف كلا يداد هذا كاسا تسيسي ومنيحة خادم في سبيل الله هي قعان يري انها تسيس الروح مسلمة هالقمية حتى انا هذا ما بيحي قريه بلا دونك يجيب لا انت جواد كم مقانتا كو اديك طبك هاكو شدو بيها كو صور داميو فرس كاكو دقاليو منيحة خادم ما إلا اسماليو خادم قعان يري واديك ادونك مجاهد كافي سبيل الله جد كلا يقو اديك ما ربح نقو حوق يسيئي مع منفعي سنباتري انت جهاد يسو هاكو اديك منيحة وامال طب العارين خادم في سبيل الله محاكه ولا ما يلا مده تيندو لا دلال ميستو لا صدقه يستو اديغا غعن يرو روح مجاهد كان لا سييو حاضر روح كل قوم قبن كر وان دقوبي وريا هبلو ابو دعمر تا رع اديغا مجاهد كان رع وادك انتو كور يرو شيء تمن جيره لبي تمن جيره نفس الشيء اضون بابا انت ساجل لغه الاولى ادش محمد ملك دو بكايلو او طروقه فحل أو منيحة طروقة فحل أما إلا إسماعيل
هل قرب وين وحوق بدون أو إن أي مركار تقو أباهي قاعدي طرقة فحلين يدو أورك أباهي وقالين أفرجر شنجر وتروي هاي ونيو هاشن قاعد كده ركوب كده قاتل أنا فرس لما هي جمان في عنا ما هي بل قالين تن أنت هالجميس قاعد كده قالين بمرس هذا موطفي عندي بتكور أما قاعد بلعب ده هذا ديبته أما قاعد قمانه أيضا كقادو وين سمتر الله هذا كان تكور كسيف في عمري يعني روح المسلم كمجاهد كوحي على كتر الطئي وناقة اتكو صدق قيسته صدق كفض لبدا النبي ومجرته إنه يلي معنه وإنت جدده أو طروقة فعل مدو رتوق أباهيي أما أباها قل أود بحسو أما أد مالسو أدون مسلم مجاهد في سبيل الله يبايين وأجر بدن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رواية حديث كعدي بن حاتم عند الترمذي سقنا وحوها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله ساسو سكوح ناسك فالكائن وجه والله سبحانه وتعالى أعلم.